زي ما حضراتكم شفتوا الفرقتين لازم بيستعدوا اعلى استعداد ممكن، هي اللقاء الاهم في الموسم يعني زي ما قلت لحضراتكم. طيب تعالوا نروح بقى لبعثه الترجي التونسي اللي وصلت القاهره، وكان في استقبالها الاسطوره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، واحنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت ان ايضا كان في استقبال بعثه النادي الاهلي في تونس الاستاذ حمدي المؤدب رئيس النادي الترجي التونسي. النهارده يعني زي ما حضراتكم شايفين وصول بعثه فريق الترجي التونسي، هو معانا على الشاشه وصول البعثه من مطار القاهره، كان في استقبالهم كابتن محمود الخطيب، وكان رئيس البعثه الاستاذ رياض بن نور مدير الكره وعضو مجلس اداره نادي الترجي التونسي. طبعا ده لان الاستاذ حمدي المؤدب بنعزيه كلنا، حصلت حاله وفاه شقيق وتوفاه الله وعزاه الكابتن محمود الخطيب، واصر الكابتن محمود الخطيب على استقبال البعثه بنفسه كما تم في تونس. الحاجه دي كانت من الحاجات الجميله جدا، وهي دي الهدف من الرياضه الاساسي. كل الانديه العربيه اخوه، وكل الناس في الوطن العربي سواء الجمهور المصري، الجمهور التونسي، الجمهور الافريقي، الجمهور كل النادي الاهلي كبير افريقيا وكبير الوطن العربي في الرياضه، فبالتالي مهم جدا ان احنا نشوف الروح دي بين رؤساء الانديه ومجالس ادارتها. يعني الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين في الصوره اهو، كمان كان متواجد في وفد النادي الاهلي الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والكابتن سمير عدلي المدير الاداري، والعميد علاء صلاح المنسق الامني، والاستاذ احمد فوزي ومحمد اسامه اداري الفريق. وطبعا وصلت بعثه الترجي الى مطار القاهره برئاسه رياض بن نور زي ما قلت لحضراتكم مدير الكره وعضو مجلس اداره النادي، في حضور وفد من السفاره التونسيه بالقاهره، ضم كل من السفير محمد بن يوسف سفير تونس في مصر، والقنصل التونسي في القاهره طارق محجوب، وحرص رئيس النادي على الترحيب ببعثه الترجي والتاكيد على توفير كل متطلبات البعثه في بلده الثاني مصر طبعا هو بيته النادي الاهلي، مشددا على عمق العلاقه الوطنيه بين الفريقين والبلدين يعني. واكد ايضا على الترحيب بالجماهير التونسيه، وده شيء مهم جدا الحقيقه في القاهره يعني، خاصه ان العلاقه التاريخيه بين الاهلي والترجي سوف تظل اكبر من نتيجه اي مباراه في كره القدم. لو فاكرين الاسبوع اللي فات اتكلمت مع حضراتكم عن استقبال الاهلي في تونس واستقبال كابتن محمود الخطيب في تونس اللي كان اكثر من رائع الحقيقه يعني، وكان السيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي على راس المستقبلين طبعا يعني في مطار تونس، وده بيدل على العلاقه الطيبه المتبادله بين الاهلي والترجي وكل الانديه الشقيقه زي ما قلت لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين اهو في مطار القاهره وصول البعثه، حاجه يعني في منتهى الرقي، ده دور النادي الاهلي الوطني، صوره مشرفه لمصر، صوره مشرفه للانديه المصريه الحقيقه، وده اساس الرياضه. الرياضة لو مش كده المنافسة في الملعب هيبقى ملهاش لازمة. المنافسة لازم تكون بالشكل ده، منافسة شريفة، إخوة مع بعض كلنا خارج الملعب. في الآخر هو نهائي دوري أبطال أفريقيا بين أشقاء عرب، ودي نقطة يعني تحسب إن ده مش النهائي الأول في الأربع سنين الأخر الأهلي والوداد والأهلي والترجي، يمكن دايما الأهلي بيبقى طرف، لكن الحمد لله يعني الأهلي دايما بيبقى طرف، لكن النهائيات العربية بتبين لنا العلاقة بين الأندية العربية والوطن العربي كله، علاقته الرياضة سبب في انها تبقى علاقة قوية بين اندية الوطن العربي الحقيقة يعني. ده شيء يحسب للنادي الاهلي اللي هو واجهة مشرفة لمصر، والكابتن محمود الخطيب اسطورة النادي الاهلي واسطورة مصر وافريقيا اللي دايما بيبقى ليه دور مشرف. الفرقتين فرقتين كبار، والناديين ناديين كبار، وده ينعكس عليه الاجواء والروح الرياضية بين الفرقتين والجمهورين في كل المنافسات. الحقيقة ده دور عظيم بيقوم بيه مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وده بيعكس صورة مشرفة عن الكرة والرياضة المصرية بشكل عام، بعيدا بقى عن نتائج المباريات ومين هيكسب ومين ما يكسبش، لكن الأهم هي العلاقة الطيبة الودية والصورة المشرفة للنادي الأهلي والرياضة المصرية، ده اللي هيبقى في الآخر. في الآخر العلاقة الطيبة اللي بين الناس سواء رئيس مجلس إدارة أو لاعبين جوه الملعب، ده في الآخر اللي هيبقى. نتيجة المباراة طبعا مهمة، لكن الروح بين الناس دي مهمة جدا جدا يعني. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي إن شاء الله يوم السبت، وأنا أتمنى إن بعثة تونس تبقى متوفر لها كل سبل الراحة، وده اللي بيعمله النادي الأهلي الحقيقة يعني.